مرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناتنا في هذا الفيديو الجديد الذي خصصناه لتردد قناة الشاهد على النايل سات. قبل ذلك أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحداث الترددات. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. إذن تردد قناة الشاهد هو كما تلاحظون 12688 والترميز 30000 والاستقطاب عمودي. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث الترددات، وإن كان لديكم أي سؤال أو أي تردد تريدون معرفته اطرحوه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.